والفيلم المتأهل اليوم معانا هو إشاعة. لجنة الرأي واضح إنهم حافظين الكلام. والله شف، لو كل شيء قسناه بالعمر كان ما طلع ولا أي شيء بالدنيا يسوى. أنت دام إنك عندك عقل فأنت أحكم على العقل اللي عندك، مو شرط إنه هذا سنه صغير ما يصير يعرف كذا وما يعرف كذا. يعني حنا أنا الحين أعرف بالسوشيال ميديا والتكنولوجيا أكثر من واحد شايب، والشايب هذا أكبر مني. ما تزعلني التغريدات لأني أنا أتعلم. من هذه الناحية أنا أشوف إن ما لي ردة فعل، يعني بكل موضوع جدا عادي، لأن الخبرات الإعلامية لا تقاس بالشهادة أو بالدراسة، الخبرات الإعلامية تقاس بممارسة العمل ومعرفتها. الفيلم المتأهل معانا هو قناعة. بالنسبة للمشاركة اللي زعلت عليها أنها ما تأهلت، كانت مشاركة السعد النهدي. صح أن اختلفنا من الاسم السعد السعد. اللقطات الكوميدية في هذه المقطع ما كانت كثيرة. والله كلها مشاركات صراحة، يعني ما أقدر أقول هذه ودنها تتأهل هذه ما ود. صراحة المشاركة اللي تمنيت أنها تفوز كانت مشاركة قلعة السلام، لأن برأيي أنها جدا جميلة. إذن الفيلم المتأهل هو المحلول السحري. السلام عليكم. مريض رحلة البحث للأسف صفر. ليش عطيتهم صفر؟ كثير سألوني هذا السؤال. طبعا أنا كنت يعني الصراحة يعني زي اللي تقولون ندمان من جواي إني راح أعطيهم صفر، لكن حنا كنا مضغوطين بالدرجات، خاصة إنه كان عندنا 8 مشاركات وعندنا 10 درجات، لأن صراحة ما عدلوا. أنا اللي ما عدل صراحة أنا زعلت جدا من اللي ما عدلوا. عن نفسي حسيت المشاركتين تحتاج لتعديلات، وكان هناك فرصة كافية للتعديل وما رأينا أي تعديل، مع المشاركتين كانت مبدعة ومتميزة. الفيلم المتأهل هو أمان واطمئنان. طريقة تحريك الدمى كانت جميلة جدا، والأصوات كانت لطيفة. الفيلم المتأهل هو عدي جميلة. حركة الحركة الكثيرة والإيموجيات والضحك هذه تجذب الأطفال. الفيلم المتأهل معنا اليوم هو موهوب. الله يسلمك. توصلني قبل الحلقة بثلاث أيام يوم الاثنين. نقول ألف مبروك، الفيلم متأهل هو 24 ساعة. وأنا عن نفسي حسيت أن الفيلم مؤثر وأنه وصلت لنا فكرته. أتعب وأنا أقول الفكرة جميلة وممتازة. إذن الفيلم المتأهل معانا اليوم هو، وللحلقة النهائية هو إيس كريمي. مبروك. يعني قل موقع تصوير، صعبة لو قلت موقع تصوير. ليش؟ لوكيشن. لو سمحت هذا وقتي، ما حد يدخل في وقتك. ما بيني وبين أصيل شيء، ولكن المشاكل الكوميدية اللي تشوفونها في الحلقة بيني وبين أصيل، لكن ما نوصل لمرحلة إنه إحنا نخرج عن إطار البرنامج اللي هو عن المشاركات وعن التقييم، وحنا نسويها بهدف إنه ننوع شوي في البرنامج. الفيلم المتأهل معانا اليوم للحلقة الختامية شبح كورونا. مبروك. ودي يعني نكون في نسخة ثانية أشارك. أتمنى، لأنه ودي أشوف إبداعاتهم أكثر. صراحة ودي في جزء ثاني من برنامج تصويري، وأتأكد جدا متأكد إنه راح يطلع أفضل من النسخة الأولى. بشارك معك. أولا أشكركم جميعا، طاقم فريق البرنامج اللي خلف الشاشة واللي أمام الشاشة، ما قصرتوا، يعطيكم العافية. اللي سمعت إن البرنامج له حضور قوي، وكان هناك 300 مشاركة، اختير منها 40 مشاركة، وما اختيرت هذه المشاركات إلا لأنها مشاركات فعلا تستحق أن تخرج على الشاشة. اللي أبغى أوصل له أنه لو بيدي شيء كان غيرت لجنة الرأي والطاقم كله. ليش ما أخذتوا مشاركتي؟ الشر مو عليكم، الشر على اللي يعطيكم وجه ويرسل لكم مشاركة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.